السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الصحة والأخبار؟ عاملة إيه؟ الحمد لله. يا رب دايما يا رب دايما. أخس إزاي؟ بس كده؟ بس هو ده السؤال ده اللي محيرك يعني؟ أنت وزنك قد إيه؟ 80 والطول؟ مش طويلة أوي ولا قصيرة أوي، 170 مثلا يعني؟ حاجة زي كده مثلا. تمام. طب هقول لك هديكي شوية نصايح كده عادية يعني، هديكي نصايح عامة بنديها لكل الناس علشان ننزل في الوزن. تمام. يعني حاول في 3 دقايق، يعني طبعا لو هتكلم في موضوع التخسيس ده ممكن نعمل مثلا 30 حلقة، الحلقة في نص ساعة كده عشان نتكلم في التخسيس، لكن أنا هديكي أجمل الحاجات او اسهل الحاجات اللي احنا ممكن نعملها في البيت، تبقى بسيطه وغير وتبقى تحت متناول اليد وننزل في الوزن. اول تمام. حاجه ما نيجي نتكلم عن التخسيس نتكلم عن شرب الميه. ما نيجي نتكلم عن شرب الميه نقول ان 70% من الجسم بتاعنا ميه، 90% من الدم بتاعنا ميه، اي حاجه بتحط فيها ميه بتحط فيها حياه. يقول الله عز وجل واجعلنا من الماء كل شيء حي. ما نيجي نتكلم في التخسيس يعني بنتكلم ان احنا عايزين نشرب ميه، بس هناك طريقه لشرب الميه عشان نقدر ان احنا ننزل في الوزن. ما نيجي نتكلم عن شرب الميه يكون شرب الميه دائما يكون قبل الوجبات، شرب الميه قبل الوجبات وليس بعد الوجبات او اثناء الوجبه. ممنوع شرب الميه اثناء الوجبه وبعد الوجبه، شرب الميه اثناء الوجبه وبعد الوجبه يزود لنا الوزن. فدائما لما نيجي نشرب الميه نشرب الميه قبل الوجبات على الاقل، على الاساس، على يعني بحيث ان احنا نبقى ضامنين ان احنا على الاقل ما نخشش كميات اكل، نشبع بسرعه، ناكل كميات اكل قليله ونشبع بسرعه، لان اصلا احنا دخلنا مخزون قبل الاكل عن طريق الميه. برضه ممكن مع الميه، يبقى احنا كده اتكلمنا اول حاجه نتكلم فيها نتكلم عن شرب الميه، تاني حاجه نتكلم فيها نتكلم عن طبق السلطه خماسي الالوان. ايه هو طبق السلطه خماسي الالوان؟ بشكل بسيط بنقول فيه 5 الوان رئيسيه، اللون الاول زي اللون الابيض زي الثوم والبصل، اللون الاخضر زي الخس والجرجير والكرفس والبروكلي والشبت والبقدونس والفجل والرجله والكابوتشا كل هذه الاشياء، اللون الاحمر زي البنجر او الشمندر، اللون الاصفر زي الليمون والفلفل الاصفر، اللون البرتقالي زي الجزر. لو قدرنا ان احنا ناخد طبق السلطه خماسي الالوان ده قبل كل وجبه، يبقى هنبدا الوجبه بكوبايتين ميه مثلا. احنا قلنا محتاجين مثلا، اتكلمنا عن شرب الميه، محتاجين من 3 ل 4 لتر. لو انت عايزه تنزلي في الوزن شرب من 3 ل 4 لتر ميه يوميا، بس قلنا طريقه الشرب يكون دائما شرب الميه يكون دائما قبل الوجبات، وممنوع شرب الميه اثناء الوجبه وبعد الوجبه. تاني حاجه دخلنا على بعد شرب الميه ناخد طبق السلطه خماسي الالوان، طبق كبير كده عريض. طبق السلطه ده هيوفر لنا كميه الفيتامينات اللي احنا محتاجينها في الجسم علشان تحسن لنا من عمليه الحرق والتبسيط الغذائي. طبق السلطه ده هيوفر لنا مضادات حيويه طبيعيه، يعني يخلينا يعني لا قدر الله لو في عدوى لاي شيء يمنع اي عدوى ممكن تكون موجوده عندنا. طبق السلطه ده هيوفر لنا كميه الاملاح المعدنيه اللي الجسم محتاجها، وبالتالي طاقه ونشاط لليوم. فبالتالي يبقى احنا قلنا كده شرب الميه، ثاني حاجه طبق السلطه في ال 54 دقيقه او 53 دقيقه اللي فاضله ديت، عشان برضه اديكي معلومات مركزه سريعه. مواعيد ثابته بيساوي حرق سريع، يعني انت ظبطي مثلا وقت الفطار كل يوم في نفس الوقت تاخدي وجبه الفطار، كذلك وجبه الغداء كل يوم في نفس الوقت تاخدي وجبه الغداء، العشاء نفس الكلام. مواعيد ثابته بيساوي حرق سريع، حاولي تظبطي المواعيد بتاعتنا. برضو ممكن نتكلم بشكل سريع كده، فاضل 30 ثانيه عمال اسابق الزمن عشان اديكي معلومات اهو. اي خدمه، مش حرمك من اي حاجه قلنا شرب الميه، قلنا طبق السلطه خماسي الالوان، قلنا مواعيد الثابته. عايزين نخلي وجبه الفطار بتاعتنا ما تعديش الساعه 8، عايزين وجبه العشاء برضو ما تعديش الساعه 8، 8 صبحا 8 مساء المقصود. نثبت المواعيد بتاعتنا. النوم بدري من اكثر، عايزين نحفز الهرمونات الحرق اللي في الجسم من خلال النوم مبكرا.